احنا بنشوف انه هذا اعتداء صارخ وسافر ضد مقدساتنا الاسلاميه، وهي محاوله للمزيد من التهويد والسيطره على الحرم الابراهيمي، وهذا ضارب لكل القوانين والاعراف الدوليه، لانه الحرم الابراهيمي زي ما انتم بتعرفوا هو مصنف ضمن اليونسكو انه هذا معلم تراثي عالم انساني فلسطيني اسلامي. اجراءات اسرائيليه تقوم بالعبث في مقدساتنا الاسلاميه بالحرم الابراهيمي الشريف. الحمراء إبراهيم الشريف هو أغلى ما نملك. ندعي مؤسساتنا الفلسطينية وندعو قيادتنا الفلسطينية بالوقوف وقفة وقفة عز وشموخ ضد هذه الإجراءات التعسفية. إجراءات الاحتلال معروفة من 67 ومن قبل ذلك، بتهدف إلى السيطرة التامة على منطقة الحرم بحبة تعتبره كنيس صهيوني. احنا بالمقابل النشاطات العربيه والفلسطينيه في المكان ايش بده يكون ردها؟ طبعا اسرائيل باي فراغ موجود هي حتملاه وحتستغله، واي تراخي ممكن تلاقي في الجانب الفلسطيني هي حتحط جوابها وحتحط ارقامها واسمائها. مضى زمن طويل على سيطره الاحتلال على الحرم الابراهيمي، وكانت خاتمه هذه السيطرة أو توجت هذه السيطرة بمذبحة الحرم الإبراهيمي على يد المجرم باروخ جولدشتاين. الآن الحرم محاصر، المنطقة مفرغة من غالبية سكانها، وبالتالي إمكانية توظيف الجماهير بطريقة ناجعة للدفاع عن الحرم الإبراهيمي ستكون صعبة في ظل هذه الظروف، خاصة ظروف الإغلاق.